إلى الشأن التربوي الآن، إن سيقوم فاتشو التربية بعقد لقاءات مع الأساتذة في مختلف ثانويات الوطن، وهذا لضبط حجم ساعي جديد للدروس الموجهة لتلاميذ البكالوريا، وما اعتبره البعض بالعتبة غير المعلنة. التفاصيل مع أمل عباس وليليا داود. ألزمت وزارة التربية مفتشي مواد جميع التخصصات بعقد لقاءات مع الأساتذة للشروع في اعتماد الحجم الساعي الجديد للدروس الموجه لتلاميذ البكالوريا 2017 دون تحديد ما إذا كان هذا التقليص عتبة غير معلنة. اليوم عندما تصبح الغاية هي العتبة وأننا يجب أن نتفاداها بطريقة أو بأخرى، هذه هي المشكلة المطروحة الآن. عندما ننقص من الحجم الساعي لوحدات، وحدة تتطلب 5 أسابيع ننقصها ل3 أسابيع، أو وحدة 3 أسابيع ننقصها لأسبوعين، هذا ضرب للتحصيل العلمي الأكاديمي بالنسبة للتلميذ. نحن كنا نفضل بأننا تكون هناك عتبة على أننا نبتر الدروس وننقص الدروس من محتوياتها العلمية. هي في النهاية هي عتبة غير معلنة أو عتبة مقنعة غير معلنة. هذا التقليص في الدروس سيشكل ضغطا كبيرا على أساتذة لإنهاء الدروس، مما سيؤثر على التحصيل العلمي للتلاميذ. بالتعليمات التي قدمها المفتشين، الأستاذ وجد نفسه أمام ضغط ضرورة الإسراع في تقدم الدروس، وأمام صعوبة تقديم المفاهيم العلمية بالنسبة للتلميذ. اليوم عندما ننقص في الحجم الساعي، الأستاذ يجد نفسه أمام بطر آخر وأمام فراغات أخرى، وهذا سوف يخلق لنا مشكلة كبيرة ما بين الأستاذ والتلميذ. تخفيف ساعات الدروس لتلاميذ البكالوريا وتوكيلها إلى المفتشين على أنها إجراء بيداغوجي ينجز كل سنة، هل هي خطة من وزارة التربية لتبتعد فيه عن إعلان العتبة بشكل مباشر؟ طيب، مشاهدين، الحديث عن هذا الموضوع يلتحق بنا على المباشر الأستاذ عبد الحكيم زيتوني المستشار التربوي. أهلا بك أستاذ. أهلا سيدة مجدة، أهلا كل مشاهدين. إن شاء الله إن شاء الله. بداية سيد عبد الحكيم زيتوني، من المنتظر أن يقوم مفتشو التربية بعقد عدة لقاءات مع الأساتذة، وهذا لضبط حجم ساعي جديد. لماذا لما يكون هناك الحديث عن حجم ساعي جديد يفهم على أساس أنه عتبة؟ لا والله، ليس حدث، ليس بعض يهمون بأنه عتبة، وليس بعتبة، وإنما الوزارة أمرت المفتشين بمتابعة الأساتذة بأقسامهم والوقوف على مدى تطبيق البرنامج، خاصة لما لوحظ أن هناك تأخر واضح في نسبة تطبيق البرنامج للفصل الأول. وقد وضعت المفتشية العامة للوزارة برنامج سمي بالتعديل البيداغوجي، وهو عبارة عن خريطة الطريق لكل أساتذة متأخرين في البرنامج، وخاصة في المؤسسات التي مستها الاضطرابات والإضرابات والاضطرابات الجوية. وهذا التعديل البيداغوجي ينص على الاهتمام بالمحتويات التي تمثل مركبات الكفاءة. بشرح آخر، هناك بعض الدروس هامة بالنسبة للتلاميذ ويتطلب التركيز عليها ويدوم تدريسها ساعة أو ساعة ونصف، وهناك دروس ليست مهمة كثيرا للتلميذ ويجب على الأستاذ عدم التركيز عليها والتقليص من الحجم الساعي، وانا مهما يكون لا يمس بتاتا بالبرنامج المسطر من طرف الوزارة. وليس كما يوهم البعض انه حددت دروس، انه عتبة. يجب على النقابات عدم الادلاء بتصريحات حتى يتاكدون من مفتشيه والممتشين. انا لما اطرح سؤال او اسال عن ذلك، لازم نستشير المبتشين. هذول راهم يقوموا اذا علي الاتصال ببعض المبتشين ومعرفه. اذا يعني في الاول وفي الاخير سيد عبد الحكيم زيتوني، عذرا على المقاطعه، انه الموسم الدراسي لهذا العام لن يشهد عتبه وكل الامور تسير على ما يرام، خاصه اننا مقبلين على امتحانات الفصل الثاني. اذا تحدثنا عن الاقسام النهائيه بالتحديد. نعم
نعم سيدة مجدة، هناك بعض المؤسسات راهي مليحة في البرنامج، راهم متقدمين في بعض الآخر. مثلا نعطوا الجزائر الشرق كأكبر ولاية فيها تقريبا 60 ثانوي مؤسسة، ما نقولوا باختصار إذا أمكن سيد عبد الحكيم زيتوني باختصار يعني تعطينا هذه الأرقام باختصار. هنا 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 مثلا وريدة مداد تاع الحراش، محمد عجرس تاع ساميزون، يعني ثانويات هذو المعروفين راهم متقدمين، خاصة هما في الإضرابات ما كانوش مضربين، كانوا البعض الأغلبية خاصة الأقسام النهائية ما كانوش. الأستاذ يقول له أضرب، يقول لك لا يا أنا عندي المستوى النهائي وهذا العام نخاف نتأخر البرنامج يعني إذا هناك... ما نديرش إضراب. إذا الإضرابات ما كانتش 100%. إذا بعض الناس راهم بونسين في البرنامج، والبعض الآخر اللي وقعوا في الإضرابات راهم متأخرين. إذا لكن سيتم تدارك هذه الدروس التي ضاعت بإدراج برنامج جديد كما تم والإعلان عنه، السيد تعديل البيداغوجي. السيد عبد الحكيم زيتوني المستشار التربوي، جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات اللي قدمتها، شكرا لك.